التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن، ومن هنا أيضا ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط آخر أيضا ينطلق من أشواط الخير والبركة، شوط لا يقل أهمية عن الشوط الذي مضى. الشوط الثاني ينطلق الشوط الأول الرئيسي للقعدان اللقايا، يسير في هذا المسار المتميز والرائع، أيضا في يضم في جنباته الكثير من الأسماء والشعارات القوية والكبيرة الحاضرة، وأيضا المسجلة عن حضور متميز في هذا العالم، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا شوطنا الأول الرئيسي للقعدان ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأسماء والشعارات المشاركة في هذا الشوط. نسير مع البداية، نسير مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من يأتي مع البداية؟ الهمر سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري، من يقدم لنا الهمر مع الصدارة والمركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من مشرف محمد بن علي بن راشد بن سالم المري، من يأتي مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث أرى الوصول والقدوم أيضا من الغواص صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، من يصل مع ثالث التحديات. والمركز الرابع أرى القدوم من درب حمد بن علي بن حمد بن علي آل بريد، بينما المركز الرابع أرى الوصول أيضا والقدوم في هذا المسار المتميز. والمركز الخامس هناك من يتقدم من ميمنة الميدان، الوصول والقدوم هناك أيضا من كفو راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري، من يصل مع خامس التحديات. ها هي الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع شعار بن طفلة، من يقدم لنا الهمر مع المركز الأول سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع صدارة الشوط. من يحمل الرقم واحد؟ وهو في الرقم واحد هناك مع البداية والمركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القدوم من مشرف محمد بن علي بن راشد بن سالم المري، من يصل مع ثاني التحديات. والمركز الثالث أرى القدوم والوصول من كفو راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. والمركز الرابع أرى القدوم أيضا من الغواص صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع هنا الوصول من مبشر عبد الله بن محمد بن حمد أبو شريدة المري، يصل أيضا هنا مع المركز الخامس. ها هي نتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع بن طفلة، هناك من يقود مسيرة هذا الشوط مع البداية مع أول أشواط القعدان اللقاية. يا سلام، إذا البداية والصدارة مع الهمر مع المركز الأول سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع المركز الأول والصدارة، يا سلام. بينما المركز الثاني أتابع الوصول من مبشر عبد الله بن محمد بن حمد المري، يصل مع المركز الثاني. والمركز الثالث أرى القدوم والوصول من كفو راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري، ولكن ارصد الأسماء الواصلة والقادمة. يصل ناصي مسفر بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران، يصل مع المركز الثالث ويدخل أيضا إلى عالم النداء والإذاعة، ولكن شوف أيضا اللي قادم من ميمنة الميدان، هناك الغزال إبراهيم بن سعيد بن سالم بن سعيد الحجري، من يصل مع المركز الرابع في هذا المسار المتميز والجميل. ولكن شوف الأسماء أيضا، بدأ الجميع بالاقتراب نحو الصفوف الأمامية، ولكن نعود مع الهمر، الهمر مع الصدارة مع المركز الأول سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري. ركز يا بن طفلة، هناك مع البداية مع صدارة الشوط من تقدم لنا الهمر مع المركز الأول مع الصدارة، ونحن نقترب من بوابة الكيلو، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين. ولكن الهمر مع الصدارة، الهمر مع المركز الأول سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري، من يقدم لنا هذا الحضور المتميز، بينما المركز الثاني أتابع الوصول والقدوم من اللي واصل ناصي مسفر بن فهد بن علي
بن سعيد آل سفران يصل مع ثاني التحديات والمركز الثالث، وتابع أيضا القدوم من ثالث المراكز اللي واصل هنا، يصل أيضا شلاع حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي يصل مع المركز الثالث، ولكن البداية مع الهمر الهمر مع المركز الأول سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري، الله يا سلام. بينما المركز الثاني ناصي يحاول مع ثاني التحديات، هنا أيضا مسفر بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران مع ثاني التحديات في هذا المسار الجميل، الله الله، ثنائية كبيرة مع صدارة الشوط، ولكن ناصي يتسلل، ناصي يتسلل، مسفر بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران من يقدم لنا هذا الحضور المتميز مع ناصي، ولكن الهمر يحاول محاولات الأخيرة، سعيد بن حمد بن محمد بن طفله بن سفران ولا بن طفله، الله يا سلام. ولكن ناصي، ناصي مع الصدارة، ناصي مع المركز الأول، مسفر بن فهد بن علي بن سعيد بن سفران مع المركز الأول، والهمر يحاول مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، ولكن ناصي، سلام ناصي سلام على هذا الأداء المتميز والجميل. بينما المركز الثاني وصل الهمر سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري المركز الثالث.